السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم سوف أقرأ أفكاركم بخدعة رائعة حقا ستبهركم بكل تأكيد. إن كنت سيئا في الحساب فمن الأحسن استعمال الآلة الحاسبة، ستجدون رابطها في الوصف. لنبدأ. فكر في رقم صحيح بدون فاصلة واحفظه جيدا، اضربه في 2، الناتج أضف إليه 14، ثم اقسمه على 2. الناتج اطرح منه العدد الأول الذي فكرت به. النتيجة النهائية هو الرقم 7. إن لم تكن النتيجة رقم 7 فهذا يعني أنك أخطأت بالحساب، حاول مجددا برقم أصغر. لا تنسى اللايك إن أعجبتك الخدعة وشارك الفيديو مع الأصدقاء لتبهرهم، وشكرا لكم لحسن المتابعة. لغز منطقي يحتاج إلى قوة الملاحظة. اللغز التالي ليس صعبا، ولكن يجب عليك التركيز.